الاسم ديالي عبد الجليل بودربالة، محامي بهيئة الرباط، مستشار قانوني لدى مجموعة من الجمعيات والمنظمات، يعني المجتمع المدني والمنظمات المهنية، ويعني أيضا يعني باحث في السياسات العمومية. اليوم أنا كان سعيد أنني نلبي النداء ديالكم والطلب ديالكم باش نتكلم شوية على السياسة الفلاحية بالمغرب، بحكم أنني أولا كنت موظف بوزارة الفلاحة، ثانيا أنني كان عندي يعني دائما واحد الفضول باش نعرف السياسة الفلاحية، لأن القطاع الفلاحي بالمغرب هو أساس الاقتصاد الوطني، وهو أنه يعني المصدر الأول يعني القياس مدى الرخاء في داخل المجتمع المغربي. إذن لدرجة أنه راه دائما كانت عندنا واحد المقولة يعني تتردد، كيقول في المغرب أن سقوط الأمطار يعني هو المقياس ديال الحكم، غوفيرني سي بلوفوار، يعني تيقول لك اللي تحكم في المغرب خاص تطيح الشتا بهذا المعنى. يعني هاد من هذا المنطلق يعني تار إشكال كبير، يعني وهذا في هذا السياق فين تم الاتصال بيا في عيد الأضحى، يعني المبارك اللي مر الأسبوع الفارط، وطرح واحد النقاش عمومي كبير، وانا ما بغيتش نتكلم قبل من عيد الاضحى باش ما يتقالش انني كنشوش على الحكومه، باش ما يتقالش ان كنستهدف يعني المسؤولين على القطاع الفلاحي. انا كنتكلم بكل تجرد كباحث في المجال وكمغربي يعني يمسه ما يجري يعني من يعني سوء تدبير القطاع الفلاحي على امتداد يعني على الاقل واحد العقد من الزمن الا ما كانش اكثر. البدايه هذا الشيء اللي تطرح في عيد كبير، يعني باش نوضحوا يعني باللغه مبسطه بالدارجه، العيد الكبير اسعار ديال يعني الاكباش كانوا كالسابه، تيقول لك بشحال ما شراوها المغاربه راه رخيصه وحنا تماره وحنا كذا، ولكن هذه التصريحات تخفي واقع مر، الواقع وحقيقه مر. الحقيقه المره هي ان المغرب خسرت فلوس كثيره في اطار ما سمي بمخطط المغرب الاخضر 2008-2018، يعني ومن بعد يعني باقا كتخسر الفلوس في اطار ما سمي الان بالجيل الاخضر، اللي هو استمراريه المخطط الاخضر بتسميه اخرى من قواعد تنفيذ يعني جد يعني متغيره يعني جزئيا مقارنه مع المخطط الاخضر، ما كاينش شي تغيير كبير وما كاينش شي فارق كبير. هذا الغلاء نتج لنا على يعني عده يعني اختلالات في التدبير. اول حاجه اللي غنتكلم عليها هي طريقه تفاعل الوزاره مع المهنيين. عندنا الوزاره في اطار مخطط المغرب الاخضر قامت يعني باعداد واحد المجموعه من عقود البرامج. يمكن تسالوا معايا على المقصود بهذه عقود البرامج باش نبسطها. عقود البرامج هي واحد العقود كتوقعها الوزاره، وزاره الفلاحه والمؤسسات العموميه التابعه لها كل فيما يخصه مع واحد التنظيمات مهنيه معينه، التنظيم ديال اللحوم الحمراء، ديال الخضروات والفواكه، ديال سلسله الزيتون. اذا كل سلسله عندنا 19 سلسله في المغرب، كل سلسله دار لها واحد التنظيم مهني اللي كينظم المهنيين ديالها، كيتعطاه دعم حكومي باش يكتف لنا الانتاج في ذاك المجال، باش يكون الغرض اذا كنكتفوا الانتاج غايبان لي جوج ديال الحوايج. اولا نأمنوا الانتاج الوطني ويعني والاستدامه الغذائيه، انه يكون عندنا امن غذائي في المغرب، وهذا هو الاولويه الاولى اللي خصها تكون حاضره في ذهن المدبر الحكومي ككل. الحاجه الثانيه هي انه عندنا اتفاقيه التبادل الحر مع مجموعه من المنظمات اللي هي الاتحاد الاوروبي ومجموعه من الدول، الولايات المتحده، تركيا ودول اخرى يعني عربيه وافريقيه. خصنا انه هذا الانتاج يكون تيكفي ما تم التوقيع عليه في هذيك الاتفاقيات باش نصدروا الخضرات، الخضروات، الفواكه، سلسله الزيتون، ولكن الواقع افضى الى انه الانتاج تكرس بدرجه اولى باش نشبعوا الحاجات ديال التصدير ماشي السوق الوطنيه، يعني ما نلبوش حاجات ديال السوق الوطنيه كانت اخر اهتمامات ديال الحكومه المغربيه اطار المخطط الاخضر. وانا تنقولها وعارف علاش تنقولها، لانه الاسعار بداك الدعم السخي اللي كان تيتعطى واللي ملايير الدراهم، يعني الوقت ما كيسمحش باش نجيب لكم، يمكن نديروا في جلسه اخرى خاصه بالارقام بالميزانيات نعطيها لكم، راه كل شيء كاين منشور، كل شيء كاين. ملايير الدراهم تصرفات، والواقع انه الاسعار من 2010 2011 12 وهي غاده وتتزاد على الاقل، يعني وخصوصا من 2013 الان، يعني تصرف فلوس والمواطن ما كيستافدش، المواطن كتزاد الفلوس تخسر. اذا والدليل الكبير على هذا الشيء ان جلاله الملك استقبل اخ نوش 2017، يعني وجه له انتقادات للسياسه الفلاحيه ديال المخطط الاخضر، ودعاه انه يعيد النظر فيها، دعاه انه يعيد النظر فيها. هي فين جات الدراسات ودار انه هذا مخطط الجيل الاخضر،
وللاسف انا عندي يعني واحد علامه استفهام كبرى ان واحد المخطط ديال 10 سنوات 2008-2018 اللي تصرفات فيه ملايير اللي كذا ما كانش تقييم السياسه العموميه. المفروض انه كان يجي السي اخنوج كوزير الفلاحه والتنميه الصيد البحري والتنميه القرويه والغابات ويمثل امام البرلمان كمؤسسه ممثله للامه منتخبه ويقول لنا هذا المخطط الاخضر ها شنو الحاصله ديالو الحقيقيه، لان الارقام وغنعطيكم ادله الارقام غير صحيحه اللي تعطات المخطط الاخضر، وانه المريض الفلاحه السنه 2018 ومشيت له شخصيا وتنسول على الارقام ما عندناش الاحصائيات. قال لك لا راه كنا نحطوا كانوا دايرين في البرنامج ديال المعرض انهم غيعطيو الاحصائيات ما داوهاش لان كان عندهم تخبط ما عارفين شنو كاين. الناس المسؤولين ديال القطاع وانا كنتحمل مسؤوليتي يعني عندهم تضارب في الارقام ما عارفين شنو كاين. ونعطيكم اول دليل هذا التقرير السنوي ديال المجلس الاعلى للحسابات برسم سنه 2019 يعني سأل الوزاره حول مصداقيه المعطيات التي تقدموها وعطى مثال ان القطيع الوطني الذي تم ترقيمه من بشان رؤوس الابقار فقط، يعني ان الوزاره افادت انه تم ترقيم 4,477,000 راس فيما لا يتجاوز اجمالي القطيع الوطني حسب نفس الوزاره. الوزاره تقول لك انا رقمت 4,477,000 راس بقر وانه في الاحصاء السنوي عندي غير 3,291,000، بمعنى الفارق هو انه عندنا 1,156,000 عمليه ترقيم فائضه. بمعنى كتقول لي عندي 3,000,000 وشي حاجه ديال البقر وانا رقمت 4، واش منطقيه؟ ما يمكنش انت عندك غير 3 وشي حاجه وتقول لي رقمت 4. الا تقول لي رقمت 4 اما مع الاحصاء ديالك ديال 3 ماشي دقيق، اما في هذوك الربعه كانت عمليه ديال تبذير مال العام ولا اللي درنا. ماشي فرق بين احصاء واحصاء، هذا فرق في عمليتين. انت تقول لي عندي 4,000,000 ديال الارقام ديال الابقار 3,200,000 خصني الرقم 3,200,000 وعندي هامش الخطا دوك الطوينقات راه ما تيخسروش بزاف يعني 1 في 100,000 اللي غادي تكون ولا 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 10 ما يكونش مليون ديال ديال ديال. اذا النقطه الثانيه ولا داك اللي تستهلك تذبح ولا كذا راه رقمتي عاد ذبحتي في نهايه المطاف راه عمليه ترقيم، تنتكلموا على عمليه ترقيم. اذا هذا المؤسسه يعني رسميه للدوله مجلس اهل الحسابات يسائل الحكومه تيقول لها راه عندك كذا ولا درتي غير 20 درهم لديك الطوينقه راه 23,000,000 درهم اللي ضاعت لينا على الاقل في هذا الا درتي غير 20 درهم. هذه نقطه. اذا السياسه الفلاحيه قلنا فيها عده اشكاليات في هذا الباب، وهاد عقود البرامج داروا شنو عطاتنا؟ عطاتنا تكتل المنتجين، كبار المنتجين تكتلوا تعطاهم الدعم. هاد التكتل ديالهم خلاهم ينظموا هي عقود البرامج كما قلت هي ربطات الوزاره والمؤسسات ديالها مع التنظيمات المهنيه، منتجي اللحوم الحمراء، منتجي الخضر والفواكه، منتجي الزيتون، منتجي الحلزون راه دار حتى الحلزون داخل الغلاله كنا كنشريوها بجوج دراهم زلافه شحال تتشريوها دابا؟ هذا تنقول لك انا عطيتك ابسط اين 10 دراهم ما كايناش. اذا انا عطيتك ابسط مثال المشماش المغاربه ما بقاوش ولاو تيتصوروا معاه، الهنديه دابا دزت صغير قد شنو قال لك 5 دراهم دابا السله جديده اليوم 5 الحبه 5 دراهم. وانا غنهضر على الهنديه غنهضر عليها حتى هي علاش هذا الشيء. وهذا اذا اللي كيصبر انت تصبر كاين اللي كيقول لها التين الشوكي كرموس النصارى الهنديه. المهم اللي كيتحمل المسؤوليه هي الوزاره درجه اولى، وزاره الفلاحه اللي هو المسؤول يعني حتى رئيس الحكومه لانه كان وزير الفلاحه 13 سنوات والوزير الحالي راه هو يعني استمراريه للعمل ديالو معاه في نفس الحزب هو اللي اختاره اذا واقترحوا على جلاله الملك. هذا الغلاء اولا كاين واحد المفارقات كبيره، الوزير في البرلمان قبل من العيد الكبير بواحد 20 يوم ولا شهر صرح في البرلمان ان اجمالي القاطع في المغرب عندنا 20 مليون وشي فاصله 4 ديال الاغنام و5 مليون شي حاجه ديال المعيز، بمعنى عندنا شحال 25.7 مليون بالضبط مليون ديال الرؤوس والحاجيات ديال السوق يعني اللي يحتاجها السوق المغربي 6.8 مليون ديال نقولوا 7 مليون ديال الرؤوس ديال يعني الماشيه اللي غنحتاجهم في العيد الكبير. يعني انا ما تكلمتش على الابقار، تكلمت غير على جوج المعيز، وهذه التصريحات الرسميه ديال السيد الوزير في مؤسسه برلمانيه. اذا تيقول انه قرابه 7 مليون ديال العرض اللي كاين لا العرض اللي كاين يعني الانتاج الوطني عندنا 25 مليون راس والحاجيات ديال السوق هي 7 مليون 6.8. اذا حنا العرض كاين عندنا يفوق الطلب تصريحاته. الا كان العرض يفوق الطلب وعندنا هذا المجزر في الاسعار راه تسائلك السيد الوزير اما كذبتي في الارقام كما درتوا لنا السنه ما كتقول العرض يفوق الطلب والناس في اليومين الاخر نفس لا ما لقاوش حتى حولي اللي شدتي حولي تيقول له 4,000 درهم مسكين تيعنقو ويعطيها ويكمدها.
إذا حنا هذه سنة مؤكدة نبوية إبراهيمية. المغاربة راه ما غتغلاش عليهم بمنطق ما غتغلاش، ولكن ما يمكنش يستغلوها. وكاين الان الناس اللي جاوا للمحكمه على ود الراجل ما قدش يوفر الحوليه، ومرات تتسبوا في الدار ووصلوا للطلاق. ولكن انت كتقول ان كانت يعني تقريبا 20 مليون. كاينه حاليا دابا تصريحاته وعاد الزنا استوردنا. انا نقول لك الفارق شنو، هاد 25 مليون فاصلة 7 اللي كيقول فيها واحد العدد كبير ما جاهش، يعني خصنا ما يمكنش نقولوا 25 ونذبحوها ما عندناش العام الجاي. اذا خصنا الاستثمار في انه في الانتاج الوطني، لانه كاين كيقولوا 4% باش تنقصات مقارنه مع السنه الفارطه، 4% كاين نقص ديال 4% تقريبا. اذا قلنا العرضيه فوق الطلب. وثانيا استوردنا، شحال استوردنا؟ التصريحات ديالهم في الوزاره تيقولوا 600,000 راس. الا تنقولوا 600,000 راس ديال الاستيراد، شكون هادو اللي استوردوها؟ شحال؟ انا دخلت للسيت ديال لونيكل المكتب الوطني للحبوب القطاني، يمكن دار كذا 30 حتى 40. الا درتي عمليه متوسطه ديك 600,000 قسمتيها على الشركات اللي ربحات، 15,000 في المتوسط، كل واحد استورد 15,000. واخا قلت انه بعدا خداو راه ناس سؤال ملي يجي 40 غيختاروا غيجيبوا هاد 600,000 اولا 40، اذا 40 احتكروا السوق ها الاولى. دالا غتقول لي غنجيبهم، ماشي نقول 40، خصني تكون الوزاره يعني تمارس السياده ديالها وتمارس السلطه العامه ديالها باش يحق لنا واحد الرخاء واحد الامن غذائي وواحد الشعيره تمر في احسن الظروف بدون ارتباك. كان خصو على الاقل نديرو اما صفقه ولا شي حاجه، ويكون عندنا هذا اللي غيربح يغطي التراب الوطني كامل. مؤسسه بها كاينين لي سوبر مارشي اللي عندهم المغرب كله فيه، علاش ما نديروش هادو ونفرضوا عليهم واحد الشروط الحد الاقصى للبيع، نقول له الماكسيموم على حساب هذا. يعني اولا في هذا الاطار انا باش ما يكذب عليا حتى واحد، درت الابحاث ديالي الخاصه الحولي ديال اسبانيا، دخلت لي سيت بالفرنسيه والاسبانيه وترجمت ودرت واحد المجهود. الحولي ديال اسبانيا ما بين 800 و1000 درهم، هذا تنقول لك بين 800 و1000 درهم، وما غاتجيبش واحد الكونتيتي كبيره. كيكتب لك 200 راس 300، عندي 300 غنبيعها ب 800 اورو، فهمتي؟ يعني 800، وهذا اللي غيجيب 15,000 ولا 20,000 راه الثمن تينقص. اذا كتجيبوا نديروا لك حنا 1000 درهم، حنا هذا السيد نديروا انه راه غيجيب ما عرف شنو 1000 درهم الحولي، عطاتك الدوله 500 درهم، شحال لقيت باش تقام عليها؟ 500 جبت عفاتك من الجمارك التعشير، قام 500 زائد لي فري ترونسبور، لي فري ترونسبور تيجي ب 30 درهم لواحد تقريبا من اسبانيا لهنا. 30 درهم ونزيدوا حنا حتى 30 درهم اخرى في داخل باش يتعمم على التراب الوطني، نزيدوه 100 درهم، 1100 درهم، 1100 درهم. اذا باش 1100 درهم ونبيعوا ديال ب 67 درهم للكيلو كيتباع في الاسواق وفي هذا، كيوصل ل 3000 درهم الحولي اللي غيعطيك يمكن 12 كيلو ولا 13، حيت تيقول لك الوزن ديالو تيبقى فيه غير الثلث من تذبحوا. هذا الخبراء مختصين ثلث ولا يعني 35% اللي كتبقى فيه ولا هاو. اذا داك السعر ديالو كيولي خيالي. والمعطيات اللي عندي انا انه راه تستوردوا والناس شدوهم وما باعوهمش، غيستغلوهم حتى من بعد العيد باش يتباعوا للجزاره، باش جايين الاعراس، جاي السبوع، جاي هذا، باش يتباع في هذاك الاطار. اذا حنا راه اليوم منابر اعلاميه تقول لك اللحم 150 درهم من بعد العيد باربع ايام في طنجه، وهذا ماشي منطقي. ما عمر وصل لهذا الاحصائيه باش تزيدوا تفهموا، احصائيه دارت عندنا في مدينه سلا جامعه سلا مقارنه بالمقاطعات الخمس اللي ديال سلا، مقاطعه حصين تبركت المريصه، على حجم النفايات غير السنه اللي فاتت معالي، يعني 50% باش تراجعت النفايات اللي مجموعه نهار العيد. ماشي معناها ان الشركه ما جمعاتش، الشركه بدلات مجهودات ولكن الناس معيدات. اذا من كتقول مقاطعه حصين 50% ديال الانتاج النفايات، هذه جوج الحوايج، واحد العدد كبير ما عيدش، ثانيا واحد العدد كبير واخا عيدوا ما نتجوش النفايات، لانه مسكين عيد وذبحوا ما شرى فاخر ولا شرى كيلو، كانت خصو يشري 10 كيلو الفاخر، شرى كيلو ما شرى جنوه ما. اذا يعني داك الشيء اللي عنده حطوه في الحولي وما جابش شي حاجه موازيه، ما لقى خبز، ما لقى وناس. انا تنقول لك ناس جاو تيقلبوا على الخبز من عند الجيران، واش عندك شي خبز؟ ماشي حيت ماشي ما كاينش من يشري، ما عندوش باش يشري، راه العيد تباع الخبز نهار العيد. اذا هذه نقطه. نقطه اخرى في هذا الباب ديال الحواله واللي هي اساسيه، طرحتي السؤال انت ديال شكون المستفيد ماشي المستفيد. انا السؤال عندي شنو السبب ماشي المستفيد، لا نديرو مستفيد راه واحد الفئه قليله اللي استفدت. انا نقول لك شكون استفد. انا قبل من هذا الشيء نتيجه ديالاش، نتيجه ديال غياب رؤيه وحكامه في التدبير ديال السياسه الفلاحيه ككل. راه يعني الفشل، راه المخطط الاخضر ما نقولوش ما دار حتى حاجه،
كان عنده سلبيات ديالو ولكن ايجابيات ديالو عفوا، ولكن السلبيات ديالو اللي ما كناش كنبغيهم يبانوا راه بانوا ولمسهم الجامع، اللي قاروا اللي ما قاريش، اللي عارفوا اللي ما عارفش. اذا ملي كتولي خسرتي الفلوس وخصك تستورد الحوليه ويجي من يستوردوا تستوردوا باش يهبط الثمن والثمن تيضاعف، اذا عندك خلل في المنظومه ككل، في مقستي كاين خلل. الا قولي استورد ماشي عيب نستورد باش نغطي خصاص ولا كذا وباش ما نلغيش العيد، دا كاين اصوات نلغيوها وكذا وهذا. انا يكون كالقرار شجاع نلغيو العيد نديرو قرار شجاع نلغيو العيد، ولكن كتقول لي انا عندي مخطط اخضر درت وجبت الدعم ودير وعن دعم عاوتاني على الاستيراد ويبقى الثمن غالي على الناس مؤسف جدا. والمستفيدين نرجع لك والمستفيدين من هذا الشيء هما، انا نقول لك تجربه بسيطه كانت عندي انا كالاخ ديالي كيبيع ويشري في الحواله كلها وكنت كنعاونو، راه بتجربه كاين العام اللي كنربحوه مزيان وكاين العام اللي تنخسرو. نقول لك وكتولي تتعامل بذكاء تتعرف تربح شويه وتخسر شويه، ما تكونش خساره كبيره. العام اللي تيكون فيه الجفاف راه الكساب تيخسر، تيولي يفكر تيبيع رخيص. حنا عندنا الجفاف وبعنا غالي، علاش الكساب كان تيبيع رخيص؟ ما كاينش تدخليات الدوله، ما كاينش مخطط اخضر، كان الفلاح تيربي راسو تينتج راسو تيبيع راسو. وهاد التنظيمات المهنيه بهذا الشكل ما كانتش، كانت يعني محدوده حتى هي كتاثر بحال لانوك بحال هذا. ودابا ما كانش واحد التاطير اللي كبير بحال دابا، والتاطير اللي ضد مصلحه المواطن ماشي تاطير ضد مصلحه المواطن، كتعطى فلوس والغلاء. اذا ما لا يفهم الا في هذا الاطار، ما يمكنليش نفهمه بحاجه اخرى، راه ما يمكنش نغطي الشمس بالغربه. عندنا تقطير عندنا دعم والغلاء، اذا كاين اشكال. هاد الكسابه كانوا تيجيو تيقول لك ودي لا رديتو شنو غنوكلو، دابا تيقول لك لا الغلاء راه البروباغندا الاعلاميه لعبة دور، كيمشيو عاود شي اعلاميين بحسن نيه وما تيشوفوا السوق، ولكن الكساب تيقول انايا الداليه وعرقي وكذا وكذا وكذا، من حقه يقول داك الشيء، ولكن المنظومه تقلبات. نقول لك كان الكساب تيردوا تيقول غندي شنو نعلفوا من هنا عام اخر، شحال جدي كاع نبيع في الصيف، ما كاينش بزاف، ما تيبغيش يردوا تيبيعوا اي ثمن كان. من كتكون الشتا تيقول لك عندي ما نعلفوا نديه نردوا عندي الربح، هادو هما المعياران اللي كانوا، دابا تقلبوا. شكرا على المشاهده، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.